ونقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلكم إلى السلسلة الجميلة، سلسلة فاكتوريو اللي شكلها بعدل المايك إذا استوى عندكم إزعاج. سوري. السلسلة اللي قاعد نشتغل عليها الحين من فترة، سويت شوية تعديلات من وراء التسجيل. تغيرت المكان اللي يذكره من انسيرترز، حطيت سبليتر عساس يتم ينتجون هاي لأن إنتاجهم سريع، لأن كان عندنا نقص بالسبليترز. وسويت التي جنكشن هني، وزدت اسمبلي ماشين هني، وحطيت ثلاثة هني على اساس ننتج ساينس باك 1، لأن كان هني عندي نقص صراحة ساينس باك 1. الحين بنبدأ الشيء الجديد اللي هو الطريقة للروبوتات. وورك روبوت، عندنا روبوتكس نحن الحين اللي هو اللي كنا نحتاجه حق الريسيرش. شوفوا الحين كله اوكي ماشي نقص. والله بعد احس لك عليه لكم عليه شوي يبالا بعد، بس اسوي يعني اكثر من هذا انتاج حاليا ممكن مش صعب، لا ممكن بس يبالي برونز وقير صح. لو عندي هني هاي انتجوا لي شو اسمه. اوكي شكرا على الريسيرش بور كومبات روبوتكس، كنا نسوي لهم ريسيرش بس كنسلتهم حاليا. ما بدري اللينك اوف اكتيفيتي الحين لان نبى باتري، لان سويت السولر حلو، لان في مرحله ما قريبه بالاحرى راح ننتقل لشو للطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه يبالها شوي شغل، بس نيوكلير باور بعد هذا شكل شيء مغري. قنبلة نووية، يبالي يورانيوم، يبالي نسوي يورانيوم، والحين مصدر جديد لكم عليه شوي. نبغى نخلص الريسيرش الأولي. أنا هذا متى بسوي؟ كل مرة أقول أسوي ولا أسوي. خلنا نسوي إنرجي شيلد عقب ما نتفاهم مع الموضوع. وهذا التعديل اللي عدلته الحين، سويت عندي شوي مشاكل بس أبغى أسوي كذا شغلة. حلو، إحنا عندي سولر. اوكي فتح عندي سولر جنب الباور، وعندي الريسيرش الاخير هذا. الريسيرش الاخير هذا من هذا المكان غصب ملحق على الانتاج هذا. شوف والله غصب، بعرف شو سالفه التمويل. ليش انتاجهم بطيء ولا نحن قاعدين نستهلك وايد؟ معي رديت قسمته نص على فكره. هاي المفروض انهم محصلين نصيب الاسد، لكن بعده مش ملحق الانتاج، مش ملحق هني. الكهرباء قريب بنحتاج نسوي له. يا الله القنابل محلاهن. ترى شوفوا اذا ما حصلنا كفاية من جماعة ليش ما يشتغل هذا؟ ما في حديد، وليش في ستيل هنا اصلا؟ سؤال. شوف شو قلت لكم، قاموا يشفرون. قاموا يشفرون ترى. قاموا يشفرون جماعة حبتين. لان بعد عندي نقص، انا عندي نقص حديد مش عارف فشو بسوي. وين سيارتي انا؟ ما اعرف وين سيارتي. في هني موارد ما نباها، شوفوا بنفجر. بس صبر، اول شي خلونا نشوف الخريطة. نبى حديد يا جماعة، والحديد على الخريطة مش ذاك الزود. ترى منطقة الحديد فوق ولا تحت؟ تحت في حديد هني حلو. ستون ما نباه. شوفوا حديد 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 حديد. اذا اشل الحديد كله قريب مني بعد على فكرة، بس في غابة هني. اذا اشل الحديد كله واحط هني مصنع سملتنج واحد ولا في الوسط، ونبدأ نشتغل على موضوع القطار. شو رايكم؟ هم نسميه بداية القطار. صديقنا القطار متقطر متخطر ما يصير صح.
تقطر يعني يطيح مي. هاي لوجيستيك سيستم بنلحق عليه عقب. بس الحين نبا كومبات روبوتس والله مغري الصراحة، مغري. باتري اكوبمنت سورت ارم تو ستور اكسس انرجي، ما بالحين. كونستراكشن روبوتكس، ايوه هاي انا بحتاجهم. عيست وانا ابني، ابى احط بلو برنت. شوف الحين بنبدا نسير تحتها. انا هني، هذه انا، وبا هذا شو اسمه كله السيستم. بس هذاك ما راح يكون شو اسمه، ما راح يكون بلت هالطول الصراحه، لان الحزام طويل ما احس ما في خير. لازم نبدا نشتغل على موضوع المواصلات شوي زياده بصراحه. انا مش عايبني موضوع المواصلات. انا سويت نايت فيجن، وين راح؟ خلنا نسوي واحد، يلا يلا سوي. خيبة كم سركة تباله؟ كيف الريل هذا هو؟ تسترين ستوب تريل سجرل لوكوموتيف كارغو فلويد واجن. اوكي مغامرات تايم، تعالوا احنا قلنا لازم ننظف المنطقة هاي لان عندنا حديد قريب. والله هو مش وايد قريب، هاي اللي بزيدهم بسويهم سملتنج اريا، ولا اشوفها قريب انا الصراحة. خلنا نشوف ما ليش ما ليش مرة ما صفر وازقر السيارة. انا صراحة ضيعت وين سيارتي، والله ما اعرف وين سيارتي. اصلا ما سويت سيارة انا، هذا يسمونه الحين قمة التصليل. احنا في عالم قمة التصليل حاليا. خلنا نسوي انرجي شيلد. كيف يستعملون هذا؟ ما اعرف، ما اعرف كيف يستعملونه، بس تو نهار اصلا. المشكلة في هني هاي المنطقة، ما في غيرها، ما في غير هالمنطقة. اي شيء رشاش، لا رشاش الحين ما بانا. باور ارمر شكله قوي الصراحة، مغري. خلي زي متفجرات تفجر المكان. اوه لا بريسيرش، بس يبغاله بنفسجي الخايس. خلي نسوي اكسبلوزف نشوف. اوكي ريل عقب صديقي، ريل عقب ريل. الحين تنظيف المكان، لان ابيب القطار هني اصلا. ان اوبجكتس ار بينج دامجد. اخ اقولكم محتاج سيارتي، ما تصدقون. اقول برجع لعقب، حاط مليون رشاشة هناك. انا بصير ادمر بيسهم هذا اللي فوق. صبر لحظة، خلنا نشوف موضوع فوق. عندهم حديد، عندهم حديد، بصير لهم فوق. تعالوا يلا المشاهدين، بسوي حرب. ما في مزاح الحين، خلاص حرب. بفجرهم خياس، كل شوي هاجمين علي فوق ملعوزيني ويستنزفون مواردي. هذه سيارة، هذه هذه هذه. خلنا نسير تشوف شو في اضرار. قال 10 شغلات كان فيها دمج عندي. وين هذا الدمج هني؟ اوكي خلنا نسير لهم. تعالوا
خلنا نسوي لنا هجوم محترم. خل السيارة هني. أوه كم واحد هجم؟ كم واحد هاجم على المكان؟ لحظة الحين دمج يروح بروحه ولا شو؟ هي اظني بروحه دمجت. يب يبغالي اسوي شي ريبير، شي يسوي تصليح. يا ود عبي عبي، بنحط لكم واحد ثالث رابع. هالمنطقة مش اول ولا اخر مرة بيهجمون فيها الصراحة، كذا مرة هجموا علي فيها. خلنا نشيل القنابل نحطيها هنا، اذا مت والله عندي سامون. قنابل وين حطيتها هذه؟ ما في رحمة، ما في رحمة. والله يضربون خياس. مشكلة وانا اركض حاليا ما قاعد يضرب سريع، لكن بدمر قواعدهم. ذبحوني كل شوي، هجوم 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 هجوم. لحظة كم قنبلة انا خسرت؟ بعد عندي وايد. حرب عالمية هاي قنابل. خرب بيتهم ما يخلصون. يبالي فايت روبوتك الصراحة. خلنا نشوف الليلة، اخاف يشتون اقوى هاي. الحين عندي نص اتش بي بس بدمر واحد، والله قاهرني والله. لو والله ما فتشك دمرته. واي جرد شرد. افا في هجوم تحت، افا في هجوم تحت. عيب والله. هديت سيارتي صح؟ اوكي. يا الله قضينا الحلقة هجوم. كنت اقول وين هما؟ الحين لعوزيني. ما عندي رشاشة نشوف. لحظة الوضع شي ما يطمن. عارف الوضع ما يطمن. خلونا نعبي المكان رشاشات ونسائر. اسوي مكان اشرد له. كان مرة مشرد المصيبة. بعد في رصاص عندي غير ولا ما عندي؟
انا بروحي ما عندي التاج ترى، يجون يستهبلون علي هاي بدقهم الحين. لحظة خلينا نحط الرشاشات. وين قصين كيبل كهرباء مالي؟ حياس يهجمون علي من فوق وتحت، بس بصير لهم الحين. لحظة بنقضي هالحلقة شكل هجوم يا جماعة. الكهرباء مقطوعة، هل ليش ما عندهم كهرباء؟ ما عندي رصاص شو لا. هاي رديناها الكهرباء. عندنا حزمة مقطوعة، انا برجع بالرصاص الحين وبيب للجماعة حديد فوق على الاقل فيه رشاشات، بس من تحت كان شكل المكان هادي. بس يمكن لاني سويت شوية تفجيرات فأثر على شو اسمه على المنطقة التفجير. وخلنا نشوف الحين. الحين احترت والله وين اسوي، بس في اللي فوق شكله بمسح كارهنا، كانوا يهجموا عليه من زمان. زين هاي ليش الكهرباء انا مقطوعة تحت؟ انت علي ود سلاح يود صديق بعد شبه ميت يود ونبى بالتهني ونبى كهرباء. وين عندك؟ اوكي هذا مقطوع، هذا مقطوع بعد. وين مقطوع؟ طبعا هاي اللي تدمروا شكله ولا لا؟ ما تدمروا. بس اللي اشوفه ما عندهم كهرباء لسبب من الاسباب. الحين هجوم فوق، انزين الحين شي يبالي. انا كنت انت ابوك هاي الخطرين، هاي اللي هني وايد خطرين. هذا مسوي دفاعات لان هاي المنطقة الحيوية مالي. يا الله وين دشوا هناك؟ خل اسوي دران، بحاوط المنطقة اللي تحت جدران هاي. خل اسوي ريسيرش كومبات روبوتكس ريسيرش. انا غلطان اني وقفتكم، بس والله اخويا ايش اسمه المال الكمبيوتر فيهم باور. خلنا نمسح الغابة. خلينا نسوي منطقة محمية هاي شوي، لأن هذه منطقة على حدود منطقة حيوية هاي، ف
فلازم احميها. في بوابات عندي بس هي بوابات. اوكي لازم يجيب طوابق حق البوابات. ليش ان بهالطريقة هاي انا بمل انا بمل بتعب وانا اسوي. نبى بوابات 60 حلوين سو. كم واحد عندي انا الحين من هذا 300 اقولك بعد شل 130. تعالوا خلنا نحمي المناطق كلها نسوي 5 قنتورة. يلا حط لنا ليت هني. ليش ما في ليت؟ هذا بعد بحمي كامل. إن هذا في المستقبل راح يتحول لإنتاج، ما بخليه في حاله. الموارد في اللعبة عادة تنقص في لحظة. هذا وين سوينا الثاني؟ في الحول، في الحدود صح؟ سيبونا بوابات والله. من بوابات من خاطر. نأخذ سلاح. ناخذ رصاص. الحين بسوي حماية أولية، ما بسوي حماية كاملة. بس على الأقل يكون في حماية ضد الوغاد هاي يهجمون. ميتين ميتين. هذا أبونا قاعد يحمي مرة طيبة. انا ما قلت لي اسوي بوابات. انا قلت لي اسوي شو اسمه جدران مش بوابات. سوري بنحط رشاش زيادة هني بنتلعوز عقب. لا بس والله صراحة ما فيهم حيلة يعني يهجمون هجمات يدمرون فيها شيء. شوفوا هجماتهم تموت يعني مش كتر ابدا. لازم احاسب الحين، احاسب واسوي لي دفاعات وش اسمه مثل عالم الناس من وين يجون. الحين اذا مديت قطار هني انا افكر عقب يوم امد قطار شو راح يستوي. اذا مديت خطاره هني ها مش بوابه خلت ادب هاي. زين استوى مكان بوابه. احتياطا حقك هذا مسك جود. شليت مرصاصي واعطيته. احس اني بتوهق ما اعرف ليش. يبالي رشاش بعد تحت على الزاويه تم الصدق. بس مش الحين عقب. الحين نوعا ما تمنت نوعا ما مش اكيد يعني. بس على الاقل استوى انه نوع من الامان وحافز من الامان. الحين بصير تشوف الخبصة اللي استوت فوق لانه كانوا يهجمون من ساعة فوق وبعدين يبقى امسحهم فوق. الصراحة كارهنهم كارهنهم جدا. هنستعمل هاي البلس حق امشي ترى سريعا خطوة بلاش. هالسلاح يلبس مال ضد شير زين. روكتري اوه شكلي بضربهم صواريخ عيل. زين وين الروبوتس مالنا صغار؟ شوف يحاولون يهجمون عليهم. امشي خط الانتاج هذا ما وقف. يمشي زين. شي عندي واقف؟ لا موجود كل شي مريح.
وين صار؟ روبو بورتيبانا. خلني ب من هذا منو ميلتري 3. ها خلنا نسوي ميلتري 3، هذا يستهلك كل الموارد اللي عندنا. بس اوكي، بس مش مشكلة، مش مشكلة، سامحوني، لكن هالمكان مالي اصلا بكبره، يعني مش قضيه، يعني مش قضيه ابدا. انتو كلكم بتاعي، فلود واجن كار هني، ما نبى ولا هذا حتى. روكت كيف استعمله؟ سويت ريسيرش حق اكسبلوسيفز انا اظني، اتوقع هذا هو اكسبلوسيفز. بس يبالي شوي سامان بترول. انا ابل ال مربطات اللي ضربة الحين قمت اضيع، تراني في المينيو شوي تراني. انا اخبركم الحين، شكرا. وركر روبوت ليفل 2 ما با، ورتبر سولر ما با، وركر روبوت كارغو سايس، كومبات روبوت دمج 1. خلنا نطورهم من الحين شوي با. اوكي، كل شيء عندنا، كل شيء نحتاجه عندنا. هذا روبو بورت، احنا محتاجين نسوي هذا الحين. وين الستيل مالنا هنا؟ سؤال، السيل ليش قاعد يفوق؟ هني سؤال، ترتيبي تعبان شكله. اظن السيل لعب لعبته. وين هذا روبو بورت واحد؟ في عندي السيل تحت بس قريبة، اذا ما دمروا شي معناه اموري طيبة. ما في اسوي شيء هني ثاني. اوكي، ممتاز ممتاز ممتاز. كومبات روبوتكس 2 بعد عند ريسيرت تسوي، بشل وياي مجموعة انا بسوي روبوتكس. يعني هالحلقة قضيناها هجوم صراحة، هجوم من الاخر يعني، بس شي هجوم مقضيناها، ما سوينا شي. تبون صدق المفروض اسوي لكم اكثر. زين الحين هذا اللي تحت ليش ما ينتجون؟ اوكي شو السالفه؟ لان الجير قام يستهلك بشكل عالي، هذا الانتاج ما يكفيني. انا لازم اسوي سميلتنج فاكتوري هني، وخلي قطار يروح يرد الصراحه، ولا هذا وضعه ما يقزر ابدا 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 ابدا، ما يقزر، ما منه فايده هذا، ما منه فايده. بخليه هنا الحين، ما بعد له، بعد له بعدين. اوكي فلويد واغن سوالف. كل حمر ممتازة، هنا جدا ممتاز. هاي ب 45 سيركت. مينون ولا مينون؟ كم واحدة شليت؟ 120. اوكي بس ما تبغى هذا، خلاص ما تبغى. حق شو تبغى الحين؟ تعال سيدي، هذا تجلى المصانع. اها، له رينج معين.
خلنا من باب التجربة، حطي وين هني؟ هذا روبوبورت، هذا يدخل في روبوتس. اوكي، الحين نحن شنو بنسوي؟ نطور الروبوتس نفسهم. اوكي، لهذا ترى له مساحة وين الروبوتس يمشون. شوفوا، بنسوي روبوتات الحلقة الجاية. الحلقة وايد طولت وقضيناها دفع، ف ما بطور عليكم الحلقة أكثر. ما بطول عليكم الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة الجاية بنسوي روبوتات. خلاص، بداية الروبوتات، ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.